أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم قص الشعر للنساء وصبغ الشعر بالألوان من غير شيب بغير اللون الأسود؟ لا يجوز العبث بالشعر إلا إذا كان مشوها، يعني يكون شيب أو شعر مشوه اللون فيغير بما يزيل التشويه ويزيل لون الشيب لكن بغير السواد. أما إذا كان الشعر جميلا وعاديا وليس فيه عيب ولا تشويه فلا يجوز تغييره عن حاله، يبقى على حاله لأنه لا داعي لهذا التغيير، وإلا يكون هذا من تغيير خلق الله الذي يأمر به الشيطان بني آدم. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: وهل يكون من تغيير خلق الله من ناحية، ويكون تشبها بالكافرات من ناحية أخرى. نعم.